أصدقائي أكيد كلكم تعرفوا كرتون البطل باتمان، صح يا عزة؟ طبعاً أصلا ما تتخيلي قديش أنا بحب سيارته الخارقة وتصميمها المميز. طيب عشان كده أنا عندي ليكي مفاجأة يا عزة، وأكيد يا أصدقائي خلينا دلوقتي مع بعض نشوفها. تم بيع سيارة باتمان بقيمة 17.3 مليون ريال سعودي تقريباً في مزاد بايلوت جاكسون للعربيات في ولاية أريزونا الأمريكية. بدأت قصة العربية دي عندما بناها جورج بارز بعدما اشترى عربية قديمة موديل 1955 من ساحة خردة بدولار واحد بس، وقام بتحويلها إلى أكثر السيارات تمييزاً في تاريخ الأفلام. وبعد كده عرضها في أفلام باتمان من 1966 إلى 1968، وبعدين اتطورت أكثر حتى صارت بالشكل المميز ده. صراحة أصدقائي السيارة كتير عجبتني وصار نفسي أروح أمريكا بس عشان أجربها. فعلاً يا عز العربية مميزة جداً، وما كنتش أتخيل بصراحة أنه عربية باتمان الخيالية ممكن تكون حقيقية.